بدأوا يطلعون الأولاد من الحضانة، طلع أول ولد محمد، انشغلت فيه، فكان على أنه يكون معايا وأنا في إيدي الكروشيه. بعد تقريباً الوفاة بأسبوعين حسيت أني أنا قاعدة مع عيالي بس ما أسمعهم، أشوفهم وأشوفهم يتحركون بس ما أسمعهم. فعلى طول خدت موعد ورحت مركز دكتورة نفسية، فدخلت عندها وقلت لها اللي صار. وطبعاً من أول ما دخلت عندها الانهيار اللي ما كان موجود طلع، فتميت كل ما أروح لها أنهار، كل ما أروح لها أنهار. فقالت لي لازم تدخل علاجي، يعني أدوية. رفضت، قلت لها لا، أنا بعد التوأم على رضاعة طبيعية فمستحيل أن أنا أدخل لهم أدوية. فقالت لي أنت نازل عندك الهرمون جداً، ويعتبر أنت في مرحلة ما قبل الانتحار. بديت، كان أول يوم علاج، فعلاً حسيت بتغييرات بسيطة. صرت أكثر أشتغل كروشيه، صرت أقعد أشتغل بالساعات بدون ما أحس، يعني عادي 6-7 ساعات وأنا قاعدة. لاحظت أني في هالست ساعات أنا مثلاً مخي ما يفكر في العيال، اللي كان تفكيري كله فيهم، وشو نوع الإعاقة وشو بيصير فيهم وشو، وهل بيموتون نفس ما أخوهم مات، هل بيصير اللي صار، هل بينعاد. فلاحظت أني أنا 6 ساعات أريح مخي من هالتفكير، يوقف التفكير النهائي، لدرجة أني أنا يوم أخلص شغلاتي اللي أشتغلها أرفع رأسي وأقول أنا في شو كنت أفكر قبل ما أبدأ القطعة أو قبل ما أبدأ المشروع. أنسى أخذ الدواء ويروح وقته وأنا ما أخذته. فبعدها يمكن بعدها بأسبوعين اكتشفت أني أنا صار لي أسبوعين ما أخذت الدواء، وأني أنا نفسيتي ما في أحسن عنها. ومن هني بدأت الانطلاقة الصحيحة للكروشيه. السنة الثانية اكتشفنا أن الأطفال عندهم ضعف سمع شديد، فمضطرين أن نسوي لهم عملية زراعة قوقعة. سافرنا فعلاً أمريكا، فصرت أشتغل كروشيه وصرت أتعرف على الأمهات اللي موجودين معانا هناك في أمريكا. علاج أطفالهم مختلف أنواع العلاجات اللي كنت أشوفها يعني هناك.